الإقصاء السياسي هو أحد ثمرات التعصب السياسي، وأكبر مصيبة يمكن أن تجنيها الأجيال من التعصب السياسي أن يحدث إقصاء سياسي. جميل. والإقصاء السياسي هو الذي أطاح بحكومة الزعيم الأزهري بعد 7 أشهر فقط من الاستقلال، عندما تم إقصاؤه سياسيا بعصبية سياسية. والإقصاء السياسي هو الذي أطاح بحكومة عبد الله خليل في 56 عندما تم إقصاؤه سياسيا. والإقصاء السياسي اللي حصل سنة 66 قبل مايو بحل الحزب الشيوعي وطرد أعضائه من البرلمان، نعم كان حدث له مبرراته النفسية عند الناس، كان حدث له أسبابه في الشارع العام، لكنه كان إقصاء سياسيا، كان إقصاء لمجموعة تريد أن تشارك في السياسة. لعنة هذا الإقصاء هي التي حلت على السودان في 69، فجاء هذا الحزب بانقلاب دفع السودانيون ثمنه غاليا، آلاف القتلى في الجزيرة أبا ودنوباوي، حتى هذا الحزب جاء إقصائيا، جاء وأقصى الآخرين وأقام المذابح، ثم حصل إقصاء في 71 ذاته بين هذا الحزب الذي أقصى بعضه بعضا، فوقعت 3 أيام في الخرطوم انقلاب 71 19 20 21 يوليو. هذا الانقلاب جرب السودانيون في 3 أيام معنى حقيقة الإقصاء، ده تاريخ يعرفوه أولادنا يعرفوه. ثلاثة حكومة عمرها 3 أيام أرهبت الناس إرهابا ومارست نوع عظيم وبشع من الإقصاء، وكانت هي السبب الذي جعل نميري يستمر في الحكم ثاني 16 سنة، وقد كان الناس كرهوا نميري، لكن ال3 أيام دي بس من الإقصاء جعلت هذا الشعب يشعر بأنه السلام السياسي هو أكبر نعمة. ما ينفع يا أستاذ يوسف في السياسة في السودان وفي غيرها تجي أنت تحكم تقصيني، أنا البدلك أحكم أقصيك، هذا السودان لا ينفع أن يحكم إلا أن تحكمه المجموعة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما قدم لي يا أخي مش حزب مش أخو يا أخي، جاب اليهود طوائف يهودي، جاب العرب الأوس والخزرج المهاجرين والأنصار واليهود، ما قاعدين معنا، جابهم كلهم، نعمل ميثاق نتواثق عليه لتعارفوا، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أهدي، تعال نجعل لنا عرف يحكمنا، ندافع عن المدينة، نحمي بيضتها. وما نقض النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد حتى نقضه اليهود ومضت هذه الدولة. وين النموذج ده؟ نحن مسلمين بعد 1440 سنة من هذه القصة الراشدة ما قادرين نحكم دولة بالشراكة؟